هي صور تظهر ما قالت رويترز إنها أعمال بناء رصيف بحري على ساحل قطاع غزة، خطوة تأتي بعد إعلان الولايات المتحدة نيتها إنشاء ميناء يهدف لإيصال المساعدات إلى سكان القطاع المحاصر منذ أشهر من قبل الاحتلال الإسرائيلي. وبينما يسود حتى الآن تكتم رسمي من جانب واشنطن حول المكان المرتقب لإنشاء الميناء، أعلن الجيش الأمريكي توجه عدد من سفنه إلى غزة لإنجاز المشروع الذي سيسمح حسب القيادة المركزية الأمريكية بتسلم مساعدات إنسانية للقطاع. رصيف بات يثير الدهشة والفضول بقدر ما يثير من شكوك لمعرفة موقعه المحتمل، فضلا عن طريقة تشغيله وإدارته والجهات التي سيعهد إليها تسلم وتوزيع المساعدات داخل القطاع المنكوب. أنا ما أخشاه يعني أنه تكون قضية الميناء العائم هذه بديلا عن منظمات أو جمعيات، وبالتحديد أخشى ما أخشى أن تكون بديلة عن الأنوروا. في هذه المرحلة مشكلة. أنا بحس بأنه له أهداف تانية هذا الميناء، والهدف اللي أنا شاعره بأنه قد يكون إغلاق لمعبر رفح، ويكون هذا هو البوابة لإخراج قطاع غزة خارج قطاع غزة وتهجير الناس زي ما بقولوا هم، مش قصريا، هي تكون اختياريا لكن هي قصريا بحكم الأكل والشراب. يعني لما يكون ممر هذا مش للأغذية، الشاحنات واقفة على المعابر كتير واقفة، مش راضين يهودي يدخلوها، هيك فجأة وافقوا إنه ينفتح مينا عشان المساعدات تدخل، ما هي المعابر فاتحة لو بدهم يدخلونا. وفيما حل اليوم الثالث من رمضان ومعظم سكان قطاع غزة يتضورون جوعا وعطشا، كررت الأمم المتحدة التحذير من أن إرسال المساعدات بحرا أو إسقاطها جوا لا يمكن أن يحل محل تسليمها برا.